السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. شهدت إحدى بلديات مستغانم حادثة أليمة راح ضحيتها عائلة الكداد والمتكونة من 4 أفراد، الأم 37 سنة وهي حامل في شهرها 6 وثلاث أطفال، بنتين وولد تتراوح أعمارهم ما بين 13 و4 سنوات، بينما كان الأب يداوم عمله بالليل بإحدى محطات البنزين، وعند رجوعه إلى المنزل عثر على أفراد أسرته جثث هامدة إذ تعرضهم لاستنشاق أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، ربي يرحمهم.